أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم لو طلق الرجل زوجته من دون سبب، وكذلك لو طلبت الزوجة الطلاق من غير سبب؟ يكره هذا، يكره أن يطلقها من غير سبب. وأما إذا طلبت هي الطلاق من غير سبب فإنها مغضوب عليها. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب فحرام عليها رائحة الجنة، لوعيد شديد. نعم.